اشتغلنا بقالنا 35 40 سنه على الحلية التقليدية العربية والمصرية. عملنا تعاون في لندن وفي نيويورك. الواحد لما بيتعاون مع مصممين خارجيين بتحتاجي تفهمي السوق الخارجي، بتحتاجي تعملي شغل مختلف على اللي بيتعمل في مصر. كنا طول الوقت ملتزمين ان احنا نحط الموتيف والكتابات العربية في الحلية اللي بتعرض في اوروبا وفي نيويورك. المجموعة دلوقتي المعروضة هتتفرجوا عليها هي مجموعة عصرية وتقليدية في نفس الوقت، أرجو أنها تعجبكم. مدام عزة فهمي الشغل بتاعها خاص جدا، ليه طابع معين ما بتشوفيهوش في أي مكان، أول ما هتشوفي حتة ليها هتقولي ده شغل عزة فهمي. يعني بتقدم نفسها، بتقدم فكرها، بتقدم احساسها، وده شيء مهم جدا. احنا في السوق المصري بتعمل لكل الانواع، بتعمل للناس المتوسطه، بتعمل للناس المقتدره، وبتعمل لكل الناس اللي تقدر تشتري حاجتها. وبعدين كل شغلها انت عارفه ان هو في شغل صوفي وفي شغل ايات وفي شغل، ده الميزه بتاعتها. ازاي بتنقي الايه المعينه؟ مثلا تلاقيها كاتبه كلمه سعاده، مين ما بيحبش السعادة ومين مش عايز سعادة؟ فهي خاصة جدا، وهي إنسانة على المستوى الإنساني خاصة جدا جدا جدا. فأنا بهنيها وبشوفها مثل أعلى لينا كلنا كنساء. يعني أنا قعدت 6 سنين في إنجلترا، درست تصميم الحلي، عملت بكالوريوس في تصميم الحلي والتكنولوجيا بتاعته، وبعدين الأشكال الخارجية بتاعته قعدت أشتغل عليها، إن أنا أعمل أشكال جيومتريك أو هندسية. إن أنت تطلعي ماركة مصرية للعالمية دي حاجة ترجع المصريين كلها، تفيد المصريين كلها، إحساس حلو إن أنت يبقى ماشية بره وحاسة إن في حد لابس براند مصري. فطبعا بيفيدنا كلنا إن أنت بتفهمي السوق بره شغال إزاي، بتفهمي هم عايزين إيه، فطبعا ده بيفيدنا. اللي شاف معانا التقرير ده، التقرير ده بيتكلم على مصممة حلي مصرية ابتدت من تقريبا 40 سنة. ابتدت بأفكار، يعني أفكار قريبة مننا، أفكار عربية، أفكار تراثية، قدرت بالأفكار دي إنها توصل للعالمية. عزة فهمي دلوقتي عندها فروع بالحلي العربية والتراثية والمصرية الأصيلة في بلاد كتيرة. خلوني أفتكر منها، موجود في دبي وفي قطر وفي لندن وفي بيروت وفي مش عارفة أفتكر فين ولا فين، وعمان. يعني كمية الإقبال على الحلي، يعني يمكن بنلاقي ناس كتيرة بتعمل حلي بره ويقول لك ده مثلا بوشيران، ده مش عارفة مين، ده بلجاري، ده كذا. لا، عزة فهمي قدرت انها توصل وتقف راس براس مع الناس دي وتقدم الحلية العربية المصرية التراثية بذوق فريد ومتميز. بعد كده، بعد السنين لما مشت شوية، بقت معاها بنتها درست وشربت زي ما بنقول الصنعة من والدتها، وقدرت انها تقدم مجموعة عصرية شبابية بنفس الطباعة اللي احنا متعودين عليها. مصممين عالميين بيبقوا عايزين ان عزة فهمي تشترك معاهم في عروضهم وتقدم الحلي بتاعها. احنا بيشرفنا النهاردة في الاستوديو الفنانة المصرية عزة فهمي، وايضا امينة غالي وهي ابنتها. اهلا بيكم معانا. اهلا بيكم. صباح الخير واهلا بيكم. ومدام عزة، الحقيقة هبدأ سريعا ونتكلم بسرعة في الموضوع ده عشان ندخل بعد كده في الجديد في شغل حضرتك، بس هي فكرة انه حضرتك تفردتي في انه يكون في مزج ما بين خلينا نقول التراث بتاعنا، الشعر والكلام العربي والخط، ويكون في مزج ما بينه وما بين الفضه وبعديها كمان الذهب. الفكره بدات عندك ازاي؟ الفكره بدات من زمان زي ما حضرتك قلتي، من 35 40 سنه، وشفت، لان انا ست بقرا كتير، انه ظريف ان هذه النصوص اللي ما بقاش حد كتير يعرفها، ان انا
احط النصوص دي على حلي فتفضل الناس فاكراها. فاعتقد انه الحلي الذي بتحمل نصوص وجمل من كتب مهمه بتدي مسج او بتدي رساله للاجيال الجديده يمكن اللي ما تعرفتش على هذا الكتاب اللي بقاله فيه كتب من القرن الحداشر زي مثلا ابن حزم. طيب يعني الافكار بتجيلك ازاي؟ يعني احنا في كل كولكشن اللي نتابع شغل عزة فهمي، واعتقد اللي ما بيشتريش من عند عزة فهمي بيشوف المجلات دايما بنلاقي اعمالك لانها اعمال قريبه مننا. بتجيلك الفكره ازاي؟ يعني كل كولكشن بتقدميها بتختلف عن اللي قبلها وكلها عربيه وتراثيه ومصريه اصيله. حضرتك اللي عارفه الالهامات بتبقى موجوده، يعني ممكن كتاب يديني افكار، ممكن قطع اشوفها في متاحف تديني افكار، ممكن وجهات لمعابد او لبيوت قديمه او شكل باب قديم يديني افكار. يعني الفنان اللي بيلهمه حاجات كتير قوي. هو المهم بس بيبقى متحضر قبليها هنشتغل على اي مجموعه. يعني احنا بنشتغل مجموعات لمده 3 سنين قبليها، بنبقى عارفين ان احنا بعد 3 سنين هننزل المجموعه الفلانيه، فبنعمل بحث قبليها كبير عن هذه المجموعه اذا كان من الناحيه الشعريه او من الناحيه الشكليه. هنحط اشكال ايه، هنحط موتيفز ايه، هنحط التصميمات والتفاصيل اللي جوه. فبنقعد فتره قبل المجموعه تطلع. يعني عارف حضرتك الهدوم بتتعمل قبليها بموسمين، كمان الحلي. يعني احنا دلوقتي بنشتغل في 2011، يعني 2011 خلاص التصميمات نزلت وبتتعمل العينات، فبتاخد وقت كتير قوي في التحضير وفي الافكار وفي البحث. طيب انا عايزه اجي لامينه، لانه امينه كمان موجوده معانا، لانها برضو غير انها بنت حضرتك هي كمان عندها الستايل بتاعها والتصميمات بتاعتها. بس امينه انه تطلعي بنت عزة فهمي ويكون في نفس الوقت عندك استقلاليه في الديزاينز بتاعتك او التصميمات اللي بتقدميها، صعب ولا سهل؟ لا مش سهل خالص. لان انا يعني رحت درست في انجلترا 5 سنين، اخذت البكالوريوس في تصميم الحلي. ان انا ارجع لشركه متاسسه بديزاين